ردة الفعل الأمريكية في الداخل الأمريكي وحتى على مستوى العالم من الكثير من الأحداث اللي صارت ضد الولايات المتحدة الأمريكية، ضربت التنف والعديد من الضربات التي تعرضوا لها، وكذلك المضايقات في الناقلة الفيتنامية، وكذلك بغض النظر عن قصتها وما جرى اليوم والطائرات المسيرة تأتي هنا وهناك. البعض بدأ يصف إدارة بايدن بأنها فعلا ضعيفة، يعني هيبة الولايات المتحدة الأمريكية وعظمتها إعلاميا وصوريا يعني لم تعد كبيرة، والدليل أنه هذه الطائرات بدأت تقترب كما تريد بالنسبة للإيرانيين، يعرفون تماما أن إدارة بايدن لن تفعل شيئا مقارنة مثلا بإدارة ممكن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. لا، هو هذا الموضوع يعني ابتدى في عصر ترامب أستاذ أحمد، يعني إذا تتذكر الطائرة التي أسقطها الإيرانيون يعني بالخليج بصاروخ موجه، هي كان في عصر ترامب وليس بايدن. يعني أنا أعتقد عملية التسوية الأمنية أو الهدنة الأمنية بين الجانبين الأمريكي والإيراني هي حصلت في عهد ترامب، وبايدن يبدو أنه مستمر بهذه الاستراتيجية. يعني مواقع المواجهة بين أو والاحتكاك بين النفوذ الإيراني والأمريكي عسكرية ليس في الخليج، يعني هذا متفق عليه بين الإيرانيين والأمريكان أن لا يحصل هذا الشيء بالخليج، ولكن ممكن أن يحصل في العراق، في سوريا، في يعني هذه المناطق. يعني أعتقد أنه أكثر موقع يتم بالاحتكاك المباشر المستمر يعني هو العراق حقيقة، والمنطقة يعني المقابلة للعراق من الجهة السورية دائما تحصل يعني استهدام القاعدة الأمريكية، وكذلك استهداف الفصائل المرتبطة في إيران في منطقة شرق الفرات ومناطق البوكمال وغيرها، المناطق الحدودية. فكل هذه التفاصيل تشير إلى أن تبقى يعني المخيال السياسي العسكري والمخيال العسكري الأمريكي والإيراني يبدو أنهما متفقان على ضبط الناس في الخليج، يعني لأن موضوع المواجهة أو أي قضية عسكرية يعني استفزاز عسكري في هذه المنطقة الحساسة، طبعا هذا أمر قد يربك أسعار النفط بالعالم، قد يعني الأمر ليس سهل أستاذ أحمد، فيه تبعات. إضافة إلى أن إيران تمتلك قدرة على إدارة المفاصل الجغرافية المهمة المطلة على هذا المحيط الساخن، عفوا الخليج الساخن، ولذلك أنا أعتقد أن أمريكا تخشى أن ينفتح هذا الصراع ويعني يعيد إلى الأذهان حرب الخليج الثانية، ربما أمر لا يستطيع الأمريكان السيطرة عليه، قد تتطور إلى حرب مفتوحة، وهذه استراتيجية مؤجلة من قبل الإدارة الجمهورية والديمقراطية بحسب وجهة نظري. طيب. واتجاه بايدن إلى مواقع يعني أفريقيا و منطقة المحيطين وجنوب آسيا، طيب هذه المناطق الأولوية. جميل جدا، ولكن كيف تصف تصريحات جون كيربي المتحدث باسم البنتاغون ليلة يوم أمس على الأقل؟ يعني الرجل يعني كان نوعا ما يحذر أنه بما معنى لا تكرروها بعد، هذا اللي الواحد يفهمه عندما يسمع ويلاحظ تصريحاته وإجاباته على كل الريبورترز اللي سألوه العديد من الأسئلة في هذا الصدد. هل تعتقد هو يعني ما يقول أم أنه لا، هي هذه استراتيجية وتوجيهات من البنتاغون، لا تحتكون، خلونا نخلص قضية المفاوضات النووية؟ لا، هو شوف، هذا أنا أعتبر رد طبيعي، لأنه هو المتحدث باسم البنتاغون، يعني هو يمثل الجهة العسكرية، فلا يستطيع أن يتحدث بمساحة سياسية، لأن هذا ليس من شغله. فبكل تأكيد هو يتحدث عن طباع الرد العسكري، قدرة القوات الأمريكية بالخليج، لأن هذا كله يعطي رسائل سياسية بالنتيجة إلى دول الخليج، محافظة على أمن هذا الممر المائي مهم جدا، أن تبقي أمريكا على حضورها، وين أضعفت حضورها العسكري فتبقي حضورها الرمزي كقوة عالمية. يعني هذا أيضا مرتبط بتصريحات المتحدث في البنتاغون بحسب وجهة نظري، فلذلك أنا أعتبره طبيعي. وممكن أنه يعني البنتاغون بالنتيجة هو يلتزم بالاستراتيجيات السياسية، يعني بالقرار السياسي الذي يصدره البيت الأبيض، ولكن الميدان قد يفرض قرارات يعني ينفرد بها البنتاغون. إذا تعرضت هذه البارجة إلى قصر فمن الطبيعي جدا أن ترد، لو لا يعني لو أنها لا ترد فبكل تأكيد ستحاسب يعني في
ستحاسب إدارة البنتاغون على هذا، يعتبر خرق طبعا. فهو يحاول أن يخلق موازنة يعني بين أن يطبق الاستراتيجية السياسية البيت الأبيض، وبين أن يرسل رسائل لإيران بأن يعني قواعد الردع أيضا حاضرة. هذه قراءتي.